السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يصل إلى العاصمة السعودية الرياض قادما من مدينة كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية. رئيس مجلس النواب يصل إلى مدينة المكلا في محافظة حضرموت للقاء بقيادة السلطة المحلية وتلمس أحوال المواطنين. مدفعية الجيش تستهدف تجمعات وآليات حوثية جنوب مأرب، وطيران التحالف يشن غارات جوية على مواقع الميليشيا في البيضاء. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصل فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية بسلامة الله وحفظه إلى العاصمة السعودية الرياض قادما من مدينة كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية بعد استكمال فحوصاته الطبية الروتينية المعتادة. أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالا هاتفيا برئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني للاطلاع على المستجدات والجهود المبذولة لاستئناف أعمال المجلس. وأشاد نائب رئيس الجمهورية بجهود المبذولة من هيئة رئاسة المجلس، مشيرا في هذا الجانب للدعم الكبير للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والمواقف الصادقة والداعمة لليمن وجهود إنهاء الانقلاب وسعادة الدولة ومؤسساتها. وأكد نائب الرئيس حرص قيادة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية على انعقاد المجلس وممارسة سلطاته الدستورية الرقابية والتشريعية، مما يساعد في جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وهزيمة المشروع الإيراني. ونوه نائب الرئيس بأهمية الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها بلادنا جراء استمرار الميليشيا الإرهابية الحوثية في انقلابها الدموي واستيلائها على الدولة ونهب مقدراتها وانتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق أبناء شعبنا اليمني وتدمير الاقتصاد، لافتا إلى الدور الذي سيساهم به المجلس في تنفيذ مهامه المختلفة. من جانبه أكد رئيس مجلس النواب حرص النواب على القيام بمهامهم الدستورية، مشيرا إلى دور هيئة رئاسة المجلس والمساعي الحثيثة لاستئناف مهام البرلمان. التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح نائب المبعوث الأممي إلى اليمن معين شريم لمناقشة جهود استئناف مساعي إحلال السلام الدائم في بلادنا. وتطرق نائب الرئيس خلال اللقاء إلى عدد من المستجدات المختلفة والمرتبطة بتصعيد ميليشيا الحوثي الانقلابية وعرقلتها للجهود الأممية واستهتارها بمساعي السلام واستغلالها السيء لاتفاق ستوكهولم في التحشيد والتصعيد المستمر. وجدد نائب الرئيس تأكيد الشرعية على التعاون الإيجابي والداعم لجهود الأمم المتحدة ومختلف الجهود الرامية لإنهاء معاناة اليمنيين وقبول الشرعية مؤخرا بالمبادرة التي تقدم بها الأشقاء في المملكة العربية السعودية كبادرة مهمة للحل، كشفت الطرف الذي يسعى لانتهاج سياسة العنف والإرهاب دون غيرها. وأشار نائب رئيس الجمهورية إلى استعداد الحكومة للتعاون فيما يخص ملف الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا وتنفيذ اتفاقية الكل مقابل الكل باعتبار هذه القضية ملفا إنسانيا بحتا يجب النأي بها عن أي استغلال أو ابتزاز أو مقايضة من تلك التي تمارسها ميليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية. ونوه نائب الرئيس إلى الجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعم الشرعية لهذه الجهود والإدراك التام بأهميته في توحيد الصفوف والإسهام في تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني. ومن جانبه أشار المبعوث الأممي إلى عدد من القضايا المرتبطة بالجهود الأممية لاستئناف مساعي الحل السياسي والتي تقع ضمن مهام المبعوث الأممي الجديد، معبرا عن تقديره للتعاون الإيجابي للشرعية وحرصها على إنهاء معاناة اليمنيين. وصل رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ومعه نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة وعضو المجلس حسين السوادي إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت،
وكان في استقباله لدى وصوله محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج البحسني ووكلاء المحافظة والوكلاء المساعدون والقيادات العسكرية والأمنية ومدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة. وسيلتقي رئيس مجلس النواب قيادات السلطة المحلية وتلمس أحوال المواطنين. يكون اليوم بيننا الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب والأستاذ محسن بصرة نائب رئيس مجلس النواب في هذه الزيارة التي انتظرناها طويلا، وأعتقد أنها جاءت في وقت جدا مناسب. نحن بحاجة، المواطنين بحاجة إلى أن القيادة تتلمس أوضاعهم. أعتقد أن مجيئهم إلى هنا سيعطيهم الصورة الكاملة والواضحة عن حاجة المواطنين، عن حاجة المحافظة، وهذا ما نتأمله، وبالتالي سينقلوا لفخامة الرئيس وسينقلوا إلى دولة رئيس الوزراء ما هي الهموم وما هي الأشياء الملحة. نحن نعرف الظروف التي تمر بها بلادنا، تمر بها القيادة السياسية والحكومة أيضا، ولكن في حاجات أساسية لا بد من توفيرها ولا بد من العمل عليها. أرحب ترحيب حار بالشيخ سلطان البركاني وبكل المرافقين الشيوخ الذين معه، وأتمنى لكم إقامة طيبة. حضرموت كلها ترحب بكم آمنة مستقرة، وستظل حضرموت، ولكن يجب أن نتذكر دائما ما قدمتها حضرموت للوطن في هذه الظروف الصعبة. حضرموت أصبح فيها المنفذ الجوي الوحيد الذي استمر ولم ينقطع ولولا يوم واحد ومطار سيئون. حضرموت كان فيها المنفذ البحري الوحيد والذي لم يتوقف، والذي مد المحافظات الشمالية والجنوبية والشرقية بكل الإمدادات اللازمة وهو ميناء المكلف. هذه الأمور يجب أن تقدر لحضرموت. حضرموت أمنت إنتاج وتصدير النفط الخام، ولو كان لم يتم ذلك لكانت الشرعية برضه في صعوبة كبيرة. أتمنى من رئيس مجلس النواب ونائب أن يقدروا ذلك وأن يعطوا حضرموت بعض الشيء من الدعم الاستثنائي في هذه الظروف، وشكرا. أنا سعيد كل السعادة أن أكون في هذه المدينة الجميلة التي يهواها اليمنيين جميعا، وفيها يلتقي التاريخ والحضارة ومعالم الدولة اليمنية ومعالم الدولة وأبنائها، يعني رجال دولة من طراز أول. ومعرفتي بالأخ المحافظ معرفة كاملة، ويقود هو الآن العمل التنفيذي في هذه المحافظة التي زرنا مدينة سيئون، واليوم نحن في المكلا عاصمة محافظة حضرموت. أمامنا مهام كثيرة أن نلتقي بقياداتها ونتعرف على هموم أبنائها ونطلع على مختلف القضايا. نعم نحن نمر في ظروف صعبة، ظروف حرب وظروف اقتصادي وانهيار في أسعار العملات، لكننا في مجلس النواب والتواصل مع الحكومة عازمين على تجاوز هذه التحديات بتعاون كل الناس. ومن هذه المدينة أيضا ننطلق، جزء من التعاون مطلوب من رجالها، ومن هذه المحافظة أيضا مطلوب مثلها مثل أي محافظة في الجمهورية اليمنية، مطلوب العمل معا لتجاوز هذه الأزمة التي دخلت كل بيت. ولذلك سنزور مشاريع تنموية ومشاريع تنشأ، وسنلتقي بالقيادات، وسنبحث مع الأخ المحافظ كثيرا في موضوع المحافظة التي هو أهم. نعم نحن سلطة تشريعية ولا نمتلك العمل التنفيذي، لكننا سننسق مع الحكومة، ومن حقنا أن نطلب من نوجه أو نوصي الحكومة بقضايا وطنية وقضايا تنموية، وكل القضايا متاحة أن نعمل فيها توصية الحكومة. بل أننا والأخ محسن سنكون مندوبين لهذه المحافظة كما وعدنا في سيئون، سنعود في المكلا أننا سنكون مندوبين لهذه المحافظة ومن أبنائها لمتابعة متطلباتها واهتماماتها وما هو مهم لها. اطلع رئيس الوزراء دكتور معين عبد الملك من محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، اطلع على الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة والجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والأمنية واستعدادها للقيام بمهامها في معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي أو أي مخططات تستهدف تعكير السكينة العامة، إضافة إلى سير الأوضاع في الجوانب الخدمية والاقتصادية ومواجهة الأضرار الناجمة عن السيول والتي اجتاحت عددا من مناطق المحافظة.
واستمع الدكتور معين عبد الملك من محافظة شبوة خلال اتصال هاتفي إلى تقرير متكامل حول مجمل المستجدات في محافظة شبوة والجهود المركزية والمحلية لتوحيد الجهود وتكاملها للتعامل تجاهها وخاصة مواجهة التداعيات التي خلفتها سيول الأمطار واستمرار الدفع بعجلة التنمية وتنشيط عمل القطاعات الاقتصادية وتعزيز الإيرادات بما ينعكس إيجابا على تحسين معيشة المواطنين. كما تم التطرق إلى الخطوات المنجزة لانطلاق عمل الجامعة شبوة ونشاطها الأكاديمي في العام الجامعي القادم بعد صدور قرار فخامة رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة وتعيين رئيسا ونوابا لها والتعاون لتلبية الاحتياجات لجعل هذا الصرح العلمي إضافة نوعية للتعليم في اليمن. وأشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار ودعم الحكومة للوحدات الأمنية والعسكرية للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في معركة كل اليمنيين ضد المشروع الإيراني في اليمن، مشددا على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة تداعيات كارثة السيول ومساعدة المواطنين المتضررين واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع مزيدا من الضحايا والأضرار، مؤكدا دعم الحكومة لجهود السلطة المحلية في مختلف الجوانب وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة. وبدوره عبر محافظ شبوة عن تقديره لاهتمام ودعم القيادة السياسية والحكومة للسلطة المحلية في مختلف الجوانب الأمنية والعسكرية والاقتصادية والخدمية، مشيرا إلى التنسيق الجاري مع الوزارات والجهات المختصة للتعامل مع تداعيات السيول وتعزيز الإيرادات وتحسين الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والحفاظ على الاستقرار. دعا رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك المنظمات الأممية والدولية إلى مضاعفة جهودها ومساندة جهود الحكومة والسلطة المحلية بمحافظة مأرب لإغاثة وإنقاذ النازحين والمدنيين الذين يتعرضون للهجمات المتكررة بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأكد رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة أن تعميق الكارثة الإنسانية من خلال الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وفي تحدي لكل التحركات الأممية والدولية من أجل السلام، لافتا إلى أن دماء كل الأبرياء التي سفكتها الميليشيا الحوثية لن تذهب هدرا وسيتم الاقتصاص لها عاجلا غير آجل. واستمع رئيس الوزراء من محافظ مأرب إلى تقرير شامل حول الأوضاع الميدانية والعسكرية والأمنية والجوانب الخدمية والتنموية، وأشاد بما تبذله قيادة السلطة المحلية من جهود متميزة للتعامل مع مختلف الملفات وفق الإمكانات المتاحة ودعم الحكومة الكامل لهذه الجهود. وثمن الدكتور معين عبد الملك الملاحم البطولية التي يسطرها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل والشعب اليمني في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ومواجهة المشروع الإيراني في اليمن عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي وما تحقق في جبهات مأرب من انتصارات، معربا عن التقدير للدعم والإسناد الأخوي الصادق من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. ووجه رئيس الوزراء قيادة وزارتي الدفاع والداخلية والسلطة المحلية بمحافظة مأرب باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الأعمال التخريبية التي تستهدف الأمن والاستقرار وآخرها الاعتداء على مقطورات الغاز في منطقة العرقين وضمان عدم تكرارها، منوها بالجهود المبذولة من الأجهزة الأمنية في ضبط الخلايا الإرهابية والتخريبية في محافظة مأرب وما تحقق من نجاحات خلال الفترة الماضية. من جانبه تطرق محافظ مأرب إلى مجمل التحديات القائمة في المحافظة وخطط السلطة المحلية للتعامل معها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، مثمنا المتابعة المستمرة لرئيس الوزراء ودعمه للسلطة المحلية للقيام بواجباتها ومسؤولياتها في مختلف الجوانب. أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن اتخاذ قرارات بشأن معالجة التشوهات السعرية بالعملة الوطنية. وأقر البنك المركزي في بيان صادر عنه ضخ العملة المحلية فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق وفي كافة مناطق البلاد وتكثيف التداول بها في السوق ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي وبمستوى حجم تعامل أكبر. كما أقر البنك اتخاذ إجراءات منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وإبقائه في المستويات المقبولة والمتوافقة كميا مع حاجة السوق لها
وذلك بناء على الدراسات التي أعدها الخبراء المختصون في البنك للحد من أي آثار تضخمية وانعكاسه سلبا على قيمة العملة المحلية في عموم السوق اليمنية ومختلف المناطق، وإلزام البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة وخلال فترة قريبة قادمة بوقف فرض عمولات جزافية وغير واقعية للتحويلات الداخلية بين مختلف مناطق البلاد بدواعي التمييز السعري بين فئات العملة المحلية الواحدة، وستتعرض عند مخالفتها لعقوبات مشددة يقرها البنك بهذا الشأن. وأكد البنك أن كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استنادا إلى قانون البنك المركزي اليمني تعتبر عملة قانونية ملزمة حسب قيمتها كوسيلة دفع في جميع التعاملات الداخلية في الجمهورية اليمنية. وأشار إلى أنه سيظل مستمراً في تشديد إجراءاته في الرقابة على نشاط سوق صرف النقد وفرض الانضباط في أدائه، وذلك لأغراض الدفاع عن قيمة العملة الوطنية ووقف تدهورها. وأوضح البنك أن هذا الإجراء لا يعتبر حلاً لأزمة تراجع قيمة العملة المحلية، ولكنه يشكل جزءاً هاماً ضمن حزمة إجراءات سيتخذها البنك المركزي في إطار خطواته لمعالجة هذه الأزمة. استهدفت مدفعية الجيش ومقاتلات التحالف آليات وتجمعات لميليشيا الحوثي الانقلابية جنوب محافظة مارب. وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن مدفعية الجيش قصفت مواقع متفرقة للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد من عناصرها في جبهة رحبة جنوب مارب. وذكر المركز أن طيران التحالف استهدف بعدة غارات جوية تجمعات ومواقع متفرقة للميليشيا الحوثية ودمر عربة وثلاثة أطقم تابعة للميليشيا في الجبهة ذاتها. يأتي ذلك في ظل استمرار المعارك بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية التي تحاول استعادة المواقع التي خسرتها في المعارك الأخيرة جنوب المحافظة. شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات مكثفة ومركزة على عدد من تجمعات ومواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء. وأفادت مصادر ميدانية بأن مقاتلات التحالف استهدفت بغارات مركزة تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهات مديرية نعمان بمحافظة البيضاء، كما استهدفت بغارات أخرى تعزيزات للميليشيا في مديرية ناطع أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير عدد من الآليات والمعدات العسكرية. أسقطت القوات المشتركة طائرات مسيرة تابعة للميليشيا الحوثية في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة. وأفاد المركز الإعلامي لألوية العمالقة نقلا عن مصادر عسكرية بأن وحدات من اللواء الأول زرانيق رصدت الطائرة المسيرة الحوثية وأسقطتها على الفور. وأضاف المصدر أن الطائرة المسيرة الحوثية كانت تحمل قذائف وتم نقل حطامها إلى الجهات المختصة. حسمت القوات المشتركة اشتباكات مع الميليشيا الحوثية في مدينة الحديدة وريفها وكبدتها خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأفاد مصدر عسكري أن جبهة المطار شهدت اشتباكات جراء تحركات ومحاولات تسلل للميليشيا الانقلابية، مؤكدا أن الوحدات المرابطة من القوات المشتركة في خطوط التباس تصدت للميليشيا وأجبرتها على الفرار داخل الأحياء السكنية شمال المطار بعد تكبيدها خسائر بشرية من جهة أخرى. وفي جنوب المدينة وتحديدا شرق منطقة الجبلية اشتبكت وحدات من القوات المشتركة مع عناصر حوثية كانت تحاول الانتشار بين مزارع محاذية لخط زبيد والتي تشكل تهديدا لمواقع عسكرية في خطوط التماس. وأكدت المصادر مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيا وإجبار البقية على العودة من حيث أتوا. ونبقى في الحديدة، حيث تسبب لغم زراعة ميليشيا الحوثي الإرهابية في تحويل حفلة الزفاف في محافظة الحديدة إلى مأتم بعد انفجار اللغم في حافلة نقل ركاب كانت تقل 14 مدعوا لحضور عرس في قرية الشجيرة بمديرية الدريهمي. وذكر المرصد اليمني للألغام أن اللغم الحوثي انفجر بالحافلة بينما كانت في طريقها لحضور العرس، ما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين وإصابة 11 آخرين بعضهم جراحه خطيرة. هؤلاء مدنيين ماشيين الخط العام، يقوم الكهنوت الحوثي أعداء الله وأعداء الوطن بزرع العبوات الناسفة على
جنبات الطرقات العامة على الخط العام، وهؤلاء ضحايا مدنيين ليس لهم أي ذنب، وهذه هي أعمال الميليشيا الإجرامية التي تدعي أنها تحمي الوطن والمواطن، وهي من تقتل المواطن، وهي من تنتهك الحرمات وتلزق الأرواح في جميع المناطق. هذه هي أعمال الميليشيا الحوثية. هذه الجثث متفحمة في هذا الباص، باص مدني ومحمل بالمدنيين. تعال تعال والعباد آخر قنديل تحملهم. أنت حملهم؟ هذا شيء يجلهم الناس، يجلهم يجلهم بالتشفى. حسبنا الله ونعم الوكيل. إحدى جرائم عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية، حيث قاموا بزرع عبوة ناسفة على جانب الخط العام. انفجرت في هذا الباص، مما أدى إلى انقلابه واحتراقه بالكامل من في داخله. حوالي 13 مدني، أين حقوق الإنسان وأين المنظمات الدولية من هذه الجرائم؟ هذه الآن مشاهدينا الكرام إلى حالة الطقس ودرجة الحرارة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. بهذا مشاهدينا تنتهي هذه النشرة، والآن نعود للتذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يصل إلى العاصمة السعودية الرياض قادما من مدينة كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.
رئيس مجلس النواب يصل إلى مدينة المكلا في محافظة حضرموت للقاء بقيادات السلطة المحلية وتلمس أحوال المواطنين. ومدفعية الجيش تستهدف تجمعات وآليات حوثية جنوب مأرب، وطيران التحالف يشن غارات جوية على مواقع الميليشيا بمحافظة البيضاء. في الختام لكم أطيب التحايا من طاقم هذه النشرة، دمتم بخير في أمان الله، إلى اللقاء.